في رأسك، فالعجب أنها تضعف الدماغ. كابول كابول كابول، هل يمكن أن تأتي إلى هنا للحظة؟ أنا قادم. ما هذا؟ أسرع يا كابول. ما هذا؟ اختراع جديد، أرادت نادين وهشام أن أعمل لهما حصانا قد يحتاجه راعي البقر، فقمت باختراعه. يبدو كحصان آلي. نعم، ولكنه يختلف عنه. لما لا تمتطي؟ إنه بحاجة لمزيد من الاختبارات. حاضر، أشعر بنذير سوء. هل أنت جاهز؟ تمسك جيدا. ما هذا؟ سوف أتحطم. الآن إلى الهرولة. النجدة النجدة، ما هذا؟ لقد تحطم. لقد ثبت أن هذا الموجه ليس بجيد. هذا يعني أنني سأصنع واحدا جديدا. كابول، هل لك أن تطلب من هشام أن ينتظر لفترة أطول؟ لماذا لا تذهبان؟ اعمل ما امرك به، والا حولت غير حصان. حصلت عليها، يمكنني ان اله. من المفروض ان يكون هذا حصان، يبدو غريبا. حسنا، انه ليس آليا كما يبدو، انه يتحرك كحصان حقيقي. حقا؟ نعم بالتاكيد، اظن انه يعني ذلك. القي نظرة عليه يا هشام. يبدو كحصان حقيقي. حسنا، امتطيه يا كابول، امتطيه، هيا بسرعة. ايه، انت متأكد يا عبقرينو؟ نعم بالطبع، لدي موجه جديد الآن. هيا امتطيه، هيا. حاضر، الآن سنبدأ بالهرولة، هيا. هل يعجبك الحصان الآلي يا هشام؟ إنه ممتاز، ركوبه مريح جدا. هناك خطأ ما. ما الأمر الآن؟ هذا أكثر فعالية، في خلل. هذه هي البداية فقط. افعل شيئا، افعل شيء، لا تراقبني فقط، افسح الطريق. أعرف ولكن كيف؟ افسح الطريق. أنت مرة ثانية؟ كابول! النجدة! هذا مسلٍ! هل أنت بخير؟ أظن ذلك، أظن أننا أخفناهم. لابد أن نادين وهشام غاضبان علي جدا. لا أظن ذلك يا عبقرينو، كنت تحاول أن تقدم لهم خدمة. أنا أعرف مشاكس من قام بذلك، سأعاقبه. لا بأس لا بأس، أنت تعب أليس كذلك؟ يمكنك الذهاب إلى غرفتك للراحة. حسنا. ما هذا الكتاب؟ لمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب إنه لهشام، جاء به هذا الصباح ونسي أن يأخذه. هشام جاء به؟ ما المكتوب فيه يا ترى؟ أوه، إنها قصة من قصص الغرب الأمريكي، تبدو ممتعة. أظن أنني سأحلم عن الغرب الأمريكي. نعم. شاكس، إنه لأمر جيد أن نتقابل هنا ونسوي خلافاتنا. أنا موافق تماما، أنت لا تمت إلى هذا المكان بأي صلة أيها التافه. نعم.
توقف يا مشاكس، هناك عربة قادمة. حسنا، سنؤجل لقاءنا إلى وقت لاحق. عبقرين، هل الطريق طويل حتى نصل إلى نيفادا؟ كلا، لا أظن ذلك، ولكننا نمر عبر واد للهنود الحمر كما تعلمين. هل نحن مجبرون على المرور من هنا؟ يهاجمنا الهنود الحمر هنا؟ لا أعرف، لكن يحتمل ذلك إن لم يحالفنا الحظ. بالخوف، أنت الوحيد الذي يعتمد عليه عبقرنا في مثل هذه اللحظات العصيبة. آه، لو لم أؤذى بهذا الشكل. إنهما كعبول ومشاكس. كعبول، جئت في الوقت المطلوب يا كعبول. تعلم أننا سنمر من خلال وادي الهنود الحمر، هل يمكنك حمايتنا؟ كما ترى فإنني مصاب. بالضبط كعبول، الأفضل أن لا تذهب، محتمل أن يهاجموا اليوم. ما بك يا مشاكس؟ هذه إحدى مشاكل الغرب الأمريكي. كعبول، هل ستخذلني أنت ومشاكس في هذا المكان المنقطع وأنا مصاب؟ حسنا، لا أجد مبررا لخذلانكم، سأرافقكم. هيا هيا، سنصفي صراعنا عند وصولنا إلى نيفادا. بالطبع، نعمل على أن تبقى حيا حتى نصل إلى هناك. وأنت أيضا يا مشاكس. كيف ستجتازون هذا النهر؟ نحن نستطيع، ولكنه صعب على العربة. ليس صعبا، أترك الأمر لي، سأتصرف. هل أنت متأكد يا كعبول؟ كيف؟ لا تقلق، واعتمد علي، خاصة هذه بالذات. هيا. هذا رائع، حصانك ميكانيكي يا كعبول. أسرع أسرع. إنها نارهم، ها هم قادمون، علينا الإسراع بالعودة. لا يمكن، علينا أن نجتاز الوادي على أي حال. ماذا سنفعل؟ سنجتازه من الوسط تماما وبسرعة الفائق. هيا. حصان معجزة، فلننسحب، لننصرف بسرعة. انتصرنا. نعم، ولكن هناك شيء ما. حسنا، شكرا لك يا كعبول. ولك أيضا يا مشاكس. لا نزاع بعد الآن. بالطبع. يا كعبول، تعال ألقي نظرة على عبقرينو. عبقرينو، هل أنت بخير؟ عبقرينو، هل أنت بخير؟ استيقظ يا عبقرينو، استيقظ يا عبقرينو. استيقظ يا صديقي. كعبول، هل أنت حي يا عبقرينو؟ ما الذي تتحدث عنه بالله عليك؟ لقد كنت مزعجا حتى أنني لم أستطع النوم. اذهب للخارج حتى تهدأ قليلا، اذهب وتنزه. إيه؟ تطردني؟ لماذا يصرخ علي؟ مشاكس. مرحبا كعبول. هذا لي، من فضلك. ماذا تعني بهذا؟ لقد أنقذت حياتك قبل برها. ما الذي أصاب هذا المجنون؟ احفظ لسانك يا مشاكس.